معنا سلطان من الباحة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا عم خالد. حياك الله، تفضل. كيفك يا شيخ صالح؟ حياك الله. يا شيخ عندي سؤال أنا بس. الأول. السؤال الأول يعني استفسار، وأريد يعني أعرف يعني مدى خطورة الأمر هذا. أنا والدتي يعني عندها مرض السكر والضغط، والد عندي مرض الضغط، فوالدتي ترفع صوتها يعني على والدي وزي كذا، فأنا أحاول أسد بينهما ولكن تعود المشكلة علي، فترجع أمي علي وتسبني وتلعني، وأنا يعني أزعل وأضايق وكذا فيرتفع بعض الصوت. طيب شكرا يا سلطان، تفضل يا شيخ. السؤال الأول عن الوالدين ورفع الصوت وأمه. السؤال عن الوالدين. نعم. السؤال عن الوالدين، أحسن إليهما ولا ترفع الصوت عليهما ولا تغضب، قال جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فعليك بالرفق بهما وخفض الصوت، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. عليك بخفض الصوت وعليك بالبر بهما، ولا يعني ولا تمل من البر بهما أو تتضجر من ذلك، لأن هذا حقهما عليك.